بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في كل مكان. هذا أجمل مساء من هنا من استديوهات الحقيقة الدولية في العاصمة الأردنية عمان. نبض جديد مع مزيد من الاتصالات والمشاركات من مختلف مناطق المملكة. معي أنا نضال الخرشة في نبض الشعب من هذا المساء والذي نتواصل فيه حتى 6:30 تقريبا من هذا المساء في بداية أسبوع أو في بداية أسبوع جديدة. المادة الاستطلاعية المطروحة للنقاش هي مواكبة لخطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك، ونسأل في هذه المادة أو نستطرد فيها. جلالة الملك يوجه السلطات الثلاث للنهوض بواجباتها، جميعكم مسؤولون وفي الغد مساءلون. هذه بالحرف ما جاء على لسان جلالة الملك في افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة 18 في سياق خطاب العرش. نذكر سريعا وبعد هيك راح نستقبل الاتصالات، أبرز ما جاء أيضا في هذا الخطاب. جلالة الملك: نفتتح الدورة العادية الرابعة في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز. جلالة الملك: أتحدث إليكم من ذات المنبر الذي أقسمت منه قبل 20 عاما أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة. جلالة الملك: نذرني الحسين رحمة الله عليه لهذا الوطن وما رأيت نفسي إلا خادما له. جلالة الملك: من خلالكم أو أتوجه من خلالكم بالتحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء في كل المواقع. جلالة الملك: ستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة وحماية مقدسات القدس ثابتة وغير قابلة للمساومة، وفيما يتعلق أيضا بالشؤون المحلية. جلالة الملك: الأردني لا يتراجع أمام الصعاب بل يصمد ويثابر، فقد ورث العزيمة والإصرار على العمل والإنجاز كابرا عن كابر. جلالة الملك: دفعنا ثمنا كبيرا بسبب مواقفنا التاريخية. جلالة الملك: في رقبة كل واحد منكم أسرة وفي رقبة الوطن بأكمله. هذا يعني أبرز ما جاء تقريبا أو يعني بعض ما جاء في خطاب العرش السامي لهذا اليوم. توجيه جلالة الملك والتأكيد الملكي المستمر للسلطات الثلاث بغية أن يكون هناك مزيد من الإنجاز في واقع الرقعة الاستثمارية، في واقع رقعة حياة المواطن بشكل عام، في واقع ردات الفعل على واقع الاقتصاد الوطني بشكل عام ونمو هذا الاقتصاد بما ينعكس على واقع المواطن، تفريغ إذا جاز التعبير مساحات واسعة جدا من المتعطلين عن العمل في عموم محافظات المملكة. يعني المضامين الكاملة إلى هذا الخطاب جاءت إلى السلطات الثلاث والحكومة للقيام بواجبات كل سلطة من هذه السلطات. والقول طبعا يعني الأجمل كان أيضا لجلالة الملك: جميعكم مسؤولون وفي الغد مساءلون. إذن هناك يعني حالة رقابية مكثفة جدا من خلال جلالة الملك على هذه السلطات وتحديدا التنفيذية منها إذا جاز التعبير فيما يتعلق بالشؤون المحلية للبلاد بشكل عام وإنعاش واقع المواطن. وهذا طبعا يعني لمسناه أيضا في عندما ترأس جلالة الملك في الآونة الأخيرة جانبا من اجتماع مجلس الوزراء وكان يسأل الوزراء بشكل مباشر عن الإنجازات في بعض الاستراتيجيات الموضوعة لبعض الوزارات، وقال بأنه يعني عندما نقول أنه يفترض أن تكون هناك مؤشرات إلى بقاء هذا الوزير أو بقاء المدير الفلاني أو العلاني، هذه المؤشرات يعني يثق الشعب الأردني بأن جلالة الملك يعني الضامن لمثل ذلك من خلال الرقابة المكثفة على هذه السلطات الثلاث، والتي يدفع فيها دائما جلالة الملك أن تقدم مزيد
من العطاء أيضا بشكل متسارع للمواطن الذي أصبح في الآخر 8 سنوات تقريبا أو 9 سنوات. مرينا بمواقف تاريخية وثابتة ويعني اتخذنا فيها قرارات وكانت يعني مرهونة إلى البزنس الخارجي في عمليات الشراء، لكن الأردن رفض هذه التفاصيل جميعها ورفضت من أكثر من دولة إذا يعني وعطلت، ما بدناش نشير إلى بعض دول الإقليم بشكل عام، لكن عطلت محاصصات مالية لنا في بعض الدول لقاء مواقف سياسية في المنطقة أو في يعني الحدود الشمالية بشكل عام. لدينا مواقف ثابتة وراسخة وندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة وبكل يعني كتائب الدماء، هذا موجود على أرض فلسطين وموجود أيضا في ملف القدس بشكل عام. لكن طبعا راح نرحب بالاتصالات والمشاركات بشكل عام ونستمع من المواطن أيضا عن كيفية متابعته إلى أو كيف تابع هذا الخطاب وتوجيه جلالة الملك وأيضا إلزام السلطات الثلاث إذا جاز التعبير في مفاهيم متعلقة بضرورة الوقت، مفاهيم متعلقة بضرورة يعني أن يكون هناك مزيد من التقدم والازدهار للوطن بشكل عام، وأيضا رفع حالة الغلاء التي يعاني منها المواطن، وأيضا رفض مؤسسات القطاع العام أو موظف القطاع العام بزيادات وما إلى ذلك. كل هذه إشارات بالخطاب الملكي نهار هذا اليوم إلى أن تفتش الحكومة الحالية عن ماهية البدائل وعن تفعيل أيضا البدائل بشكل عام. لينا من عمان، مساء الخير يا لينا. مساء الخير يا دكتور نضال. مساء الورد، ارفعي لي صوتك. يعطيك العافية دكتور. يا هلا. دكتور بخصوص المادة الاستطلاعية يعني ما بعد احكي لك، بس الله يحفظ لنا الملك ونيامنا بها الملك وجلالته. وفي كمان يا دكتور حديث او آية قرآنية بتقول انه كلكم راع ومسؤول عن رعيته. يعني احنا بنشكر ربنا وفضله انه الملك جلالة الملك عبد الله راعينا وابونا ومعلمنا وسيدنا. طيب اذا كان جلالة الملك يعني في مثل هذا الخطاب وفي توجيهات سابقة ايضا باستمرار يحفز الحكومة على ضرورة انعاش الوضع الداخلي بالبلاد، صحيح بانه في ظروف استثنائية مرت بال يعني دول الجوار بشكل عام، لكن يعني الأردن دائما يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تكتب له النجاة. ماذا على الحكومة أن تعمل الآن؟ الحكومة عليها يا دكتور أنه ترد على القيادة الهاشمية وتشد حالها وتحسن وضع المواطن من بطالة، من عيشة، من غلاء الأسعار كلها يا دكتور. بدها يعني حس وطني بدها. طيب شكرا لينا من عمان، شكرا لك. عبد الوهاب أيضا من العاصمة عمان، مساء الخير عبد الوهاب. يسعد هالمساء دكتور نضال، تحية لك ولزملائك جميعا كل باسمه ومسمى. يا هلا. يلا يسعد هالمساء يا حبيب قلبي. جلالة سيد البلاد أولا الله يديمه على رؤوسنا وديم هالوطن يا الله. سيد البلاد قديش وقف قدام المسؤولين مرة يا دكتور نضال ودرسهم وأعطاهم موضوع إنشائي بس ما حفظوه. هذا بداية. أنا بشكر المسؤول اللي بيعمل بإخلاص بشكره برفع له عقال راسي برفعه رفع، ولكن عندك بعض مسؤولين والله ما بسوى ملاك إذن خالة. اعطيني مجال بالله عليك يا مد الله أسألك بالله يا رجل. أنا أولا في المناسبة هذه بشكر المهندسة فادي عدوان أم عبد الله إذا تسمعني. طيب. الله يوفقها وطول عمرها. عبد الوهاب خلينا بموضوعنا يا أخو يا عبد الوهاب، خلينا بموضوعنا. بدي أسألك سؤال عبد الوهاب. تفضل. طيب يعني نعم يعني تعرضنا لضغوطات اقتصادية وتعرضنا لأوجاع اقتصادية بشكل عام، ويعني 8 سنوات 9 سنوات اللي مرت الكل يعرفها، لكن نعم. يعني الآن الأمور أكثر يعني رحابة إذا جاز التعبير وأكثر فسحة، لكن يعني أليس من المطلوب أن تتحرك الحكومة بشكل متسارع أكثر مما هو عليه؟ يا دكتور نفال يجب أن تتحرك. قديش جلالة سيدنا وقف قدامهم وأعطاهم أوامر، أعطاهم إرشادات، هذول معين ارتشدوا يا رجل.
طيب جلالة اليوم يعني حفظه الله خطابه شيء والله العظيم انه شعر ادي وقف. يعني لما يقول للحكومة يا حكومة ابنائي انا عارف انهم مضغوطين، شعبي انتم مسؤولين كل واحد عن اسرة وانا مسؤول عن وطن كامل عن شعب كامل، شو بتسوى عليهم الكلمة هذه؟ طيب يعني الاوان انهم يعملوا للوطن، عن الاوان ما في محسوبية واسطة، انسولي اياها هذه يا اخي. طيب يعملوا للوطن، عندك مسؤولين والله العظيم يستحقوا مثل ما اسلفت يستحقوا رفع العقاب لهم، وعندك مسؤولين. شكرا شكرا عبد الوهاب بيضين من عمان، شكرا لك يا عبد الوهاب. الى اربد مع فيصل ابراهيم. فيصل مساء الخير. الله يسعد مساك دكتور نضال. مساء الورد. ونقول لجلاله الملك الله يقويك ان شاء الله وتظلك ظهر لهذا الوطن وجميع انحاء العالم، لانه جلاله الملك يا دكتور نضال فيش منه بالعالم كامل، لانه هو اللي يحس معنا، هو اللي يشعر مع المواطن الاردني. كلام جلاله الملك يا دكتور نضال اليوم ويفهموا الوزراء والحكومه بتطبقوا من الليله، من الليله دكتور نضال. بس 99% بعد ما طلعوا من مجلس النواب ولا كان في شعب اردني ما بيدروا عنه يا دكتور نضال. هاي حكومات ناوية على تدمير الشعب، حكومات تقضع الشعب. هاي عندهم الآن سياسة تدمير، جوع ان خلى المواطن جعان حتى ظن ضغطه. نواب شعب؟ هذا مش نواب شعب. طيب هذول الآن سمعوا كلام جلالة الملك اليوم، وشوفت جلالة الملك شو كلامه لهم للسلطات الثلاثة. السلطات الثلاثة معروفة ان هي حكومة اعيان النواب، بس حرام يكون نواب. هذول نواب الشعب انا ما في ثقه فيهم، واقول لجلاله الملك ان شاء الله من الليله شهر 12 ما يظل منهم واحد، لا هم ولا الحكومه. الشعب جعان جلاله الملك، الشعب عطشان جلاله الملك، الشعب ينازلك بالله. القوات المسلحه اللي قاعدين عسكريين هذول جلاله الملك وصف عليهم اليوم. طيب بنطالب من جاي الجيش الفزع على القوات المسلحه الاردنيه وبتخلي عسكريين. شكرا فيصل من اربد، شكرا لك. عيد العيسى من المفرق، مساء الخير عيد. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الاحوال؟ يا هلا يا عيد. يا سيدي والله احنا وضعين عنصر التفاؤل ان شاء الله. ان شاء الله انه نسال الله انه يقتدوا اولا يلبوا دعاء الله سبحانه وتعالى ثم بالنبي ثم بجلاله الملك. يعني احنا الان نحتفل بالمولد النبوي الشريف، نريد ان نقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم صل. لو كل انسان جزاك الله خير يا دكتور عرف يعني ما له وما عليه وادى الامانة التي طلبها الله ثم النبي عليه الصلاة والسلام لصلح المجتمع. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان جلالة الملك اطال الله في عمره وحفظه الله لنا، يعني الان هو يوجه الحكومة ويوجه ولكن على كل مسؤول أن يخاف الله سبحانه وتعالى، أن يراقب الله قبل أن يراقب أي شيء، ويعرف بأنه هذا الوطن أمانة. هذا الوطن مش مثل بدنا نستخدمه زي الحاف، بالشتوية بنحطه على ظهورنا وبالصيف بنحطه عند رجلينا. يعني المهم أنه نأكل ونشرب من الوطن، والوطن خليه يروح وين مراح الوطن، وين مراح الوطن، وين ذهب الوطن. هذا الوطن غالي، فالمسؤولون والله كل من يتولى المسؤولية سيسأل عنها يوم القيامة. كل إنسان في موقع عمله سيسأل. لكن ان شاء الله انه الحكومه الوزراء الجدد ان شاء الله انهم يقتدوا بسيد البلاد الذي يواصل الليل بالنهار من اجل خدمه الاردن ويوجه الحكومه. لانه بنهايه المطاف يعني على ما ورد على لسان جلاله الملك بانه كل واحد راح يقصر راح يسال يعني. دكتور هذه أمانة فعلا، يسأل كل إنسان يجب يقيم، يعني له أداة كمان، يعني ليس فقط أنا بجلس على الكرسي وبقعد. وهذه أمانة أسرى النبي عليه الصلاة والسلام قال من تولى أمر من المسلمين اثنين فشق عليهم شق الله عليه. يعني هذه أمانة دينية للإسلام، يسأل يا الله سبحانه وتعالى يسأل كل مسؤول يوم القيامة عما استرعاه، كل صاحب رعية عما استرعاه. ولذلك جلالة الملك الله أطال الله في عمره والله العظيم إنه يعمل لخير هذا البلاد. ونحن الآن يغبطنا الصديق ويحسدنا العدو على جلالة الملك والأسرة الهاشمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان هذا البلد، وأنه يرد الناس إلى جادة الصواب، وأن الناس تعود كما أمرها الله، ثم تقتدي بسيد البلاد الآن. وجه الشعب هذا أبو الكل، يعني هذا الملك
هو أبو للأردنيين كاملين ونحن أباء أسر. فإذا صرح الفرد، صرحت الأسرة، صرح المجتمع، صرح الناس ككل. دكتور جزاك الله خير، يعني نسأل الله لهم الهداية، عليهم أول يقتدوا بالله ثم بنبي الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ثم بقائد البلاد، وجزاك الله خير. أشكرك الأستاذ عيد العيسى من البادية الشمالية ومن أفرق، شكرا لك. عبد الله محمد من عمان، مساء الخير عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي حبيبنا الدكتور نضال المحترم. يا هلا يا عبد الله، والله يقويك ويحفظك ويبارك فيك. الله والله حبيب. أنا بدي أجي لك على مكتبك بالأمانة وأعطيك تفصيلات مني مباشرة، تكون خير. وبعدين احنا نشكر الله يحييك عبد الله، مواقفه المشرفه طيبه الله يحييك. لكن نطلب من جلاله سيدنا طلب انه يشدد القبضه الحديديه على، والله لا في مجلس نواب، مجلس نواب عارفين انه فاشل والحكومه افشل ما بديهم شيء، لكن في محرك لهم وأوامرهم شديدة، وجلالة الملك ما يمكن، وعلى ما أعتقد أنه مفروض هو ما يعرف، لكن مفروض بأنه يتحقق من الأمور ويضرب بيد من حديد على كل المتنفذين اللي يديروا الدولة. الدولة هذه بلا شرعية، بلا رحمة، بلا مقو. يعني احنا الاردن والله يدخل عليها فوق 40 مليار من الشعب الاردني يا دكتور نضال. احنا ما خفي، والله الراعي بالصحراء يعرف الحكي هذا، والله العظيم انه الثروات اللي عندنا اللي مش قادرين نطلعها والله اكثر من ثروات الخليج بالكامل. احنا شعب واعي، الحمد لله الشعب الاردني واعي، وانت تفهم وتعرف، وجلالة سيدنا يعرف، لكن مظلل عليك. جلالة سيدنا يحب أن الشعب والوطن يكون بخير، احنا نحب وطننا، نحب بلدنا، نحب الأردن، فلسطين بلدنا عشناها وأنا خدمت فيها وعشت فيها وصليت شهر رمضان 64 بيها، تعز على قلوبنا المقدسات. فلسطين ما كان في فلسطين، هذه خرقتها خلقتها العنصريه البريطانيه. صحيح. فلسطيني واردني، والله لا في شمالي ولا غربي. اشكرك عبد الله محمد من عمان، شكرا لك على هذه المشاركه. نبقى في سياق مزيد من المشاركات ايضا من مختلف مناطق المملكه للتعليق او للاستماع الى راي المواطن حيال ما جاء على لسان جلاله الملك، وهو يوجه السلطات الثلاث للنهوض بواجباتها، جميعكم مسؤولون وفي الغد مساءلون. هذا طبعا يعني ما ورد في خطاب هذا اليوم تشخيص حقيقي، وتشخيص ليس فقط لقادم المرحلة بل أيضا لما مر وللحالة الآنية الحالية، ثم قراءة في ما بعد، واستعراض جلالة الملك يعني مسائل متعددة، سواء كانت على الصعيد المحلي أو على الصعيد العربي والإقليمي بشكل عام. سنأتي إلى هذه التفاصيل بعد ما نسمع علي ضيف الله من الطفيلة. شيخ علي مساء الخير. مساء الخير دكتور نضال. يا هلا مساء الخير، وين مختفي؟ زمان ما سمعنا صوتك. والله أنا مش مختفي، لكنه ما لي شمس أني أسمع صوتك الطيب. والله يا دكتور الله يحييك. أول شيء أنا بشكرك، صحيح قدر ما نشكرك لنا وفيك حقك يا دكتور نضال، أنت مواطن صالح وأنت مواطن يعني الحب والولاء والانتماء عندك يعني مش طبيعي قدر ما يكون، يعني حقيقة يعني من كل أعماق قلبك. والله يا دكتور نضال، دكتور نضال يعني الصحيح أول شيء بدي أعلق على الموضوع اللي أنت طارحه. يعني بداية الحكي بنقول نحمد الله بأنه حضانا رب العالمين بقيادة هاشمية حكيمة، وهذه القيادة يعني تسعى ليلا ونهارا من أجل أن توفر لقمة العيش وتوفر الأموال من أجل المواطن حتى يعيش عيش كريم ولا يعتاد. لكنه مع الأسف سيدنا الله يطول عمره بذهب إلى جميع دول العالم وبيجيب، لكنه مع الأسف
بضيع عند نوابنا وعند وزرانا وعند عيالنا. احنا سيدنا ما بروح يجيب لنا مصاري انتم تتمتعوا فيهم، بجيب لنا الشعب الاردني ياكل ويشرب. عيسى حياه كريمه. اثنين يا استاذ نضال، يعني خطاب سيدنا الله يطول عمره، يعني بحط النقاط على الاحرف. يا نواب يا وزراء، انتوا اخطيتوا كثير بالشعب الاردني وقصرتوا معاهم. الان حان الان لمحاسبه كل من يقصر في اداء واجبه. يعني انت يوم انك تمسك الكتاب الله يا استاذ نضال وتقف امام سيدنا وتقسم بالله انك تسوء تكون مخلص لله وللوطن وللمليك، ومع الاسف انك ما بتطبق من هذا الكلام شيء، على الاساس انك حرام انك تكون في هذا الموقع، لانك انت اول شيء خنت الله وخنت الوطن وخنت المليك، لانك ما قمت بواجبك يا دكتور نضال. هذه الرسالة اللي اعطاك اياها سيدنا، الاوراق الست اللي طرحها سيدنا كمان، وين التطبيق فيهم يا دكتور نضال؟ يحتاج الى تفاعل حكومي. يعني تحتاج الى تفاعل حكومي، تحتاج الى ضمير عز من المسؤولين يتقوا الله في هذا الشعب. هذا الشعب يعني كنز من الذهب يا استاذ نضال. هذا الشعب لو جاع لو فقر لا يمكن يتغنى ولا يمكن يتخلى عن القياده الهاشميه وعن تراب هذا الوطن. طبعا. هذا الوطن عزيز علينا يا دكتور نضال، ويجب ان يكون حكومتنا رشيده يعني تعز المواطن الاردني. اشكرك شيخ علي ضيف الله من الطفيله، شكرا لك على هذه المشاركه. محمد علي من عمان. محمد مساء الخير. الله يمسيك بالخير دكتور نضال. مساء الورد. كيف احوالك؟ انا محمد ابو سويلي من شفا بدران من عمان. والنعم. دكتور نضال الله يعطيك العافيه وشكرا على برنامجك وطرحك. يعني احنا اذا توقفنا عند خطاب سيدنا اليوم الواقع انه مؤثر جدا وبحاجه للتطبيق. خطابات سيدنا كعهد دائما وكعهد دائما. يحس بهم المواطن، هم الشعب، هم الجيعان. جلال سيدنا بده عمل، بده انتاج، بده ايدي تساعده. نكون صريحين احنا، يعني انا لما اطلع على الاوراق النقاشيه لسيدنا واطلع على عدم تطبيقها، وبنفس الوقت اطلع على يعني بحكومه دوله الرئيس الحالي 57 وزير يتنقلوا، يعني معقوله انه هل 57 وزير ماني قادر انا احكي كلمه اخرى، هل لا يستطيعوا ان يحركوا دولاب الاقتصاد؟ سيدنا بيوجهكم وبيدعمكم وبيروح للعالم كله بيجيب مساعدات. طيب ليه احنا الان الهيئات المستقله، نحكي بصراحه، اصبحت ترفيع لفلان وعلان وغيره وغيراته؟ ردوا على سيدنا يا ناس. جلال سيدنا يحمل هم المواطن. انت شفت الشرب بوجهه، احزننا خطابه اليوم. دائما سيدنا يحمل الرايه لكن بده ايدي تساعده. والله يا دكتور نضال انه ما اسمع خطاب جلالة سيدنا وانظر الى الواقع واشوف اللي اقسموا على كتاب الله بالاخلاص للوطن وخدمة المواطن اني احزن. البعض منهم طبعا، البعض احنا يعني ما نقدر يا سيدي البعض احنا ما بنقول لكن انا يعني اتوقف. طيب انتم مسؤولين، انتم الان الامانة برقبتكم. جلالة الملك مش معقول انه على يصير وزير زراعة ووزير اقتصاد ووزير كل شيء. حملكم الامانة، احملوا الأمانة يا أخوان. الكرة ملعبنا إحنا كمسؤولين ونواب، يجب أن نحط إيدينا بإيدين جلالة سيدنا إذا أردنا فعلا نخدم الأردن. دكتور نضال أنا ما بدي أطول، أشكرك يا الحبيب والله يعطيك ألف عافية. وأنا بدي أشكرك الشيخ محمد أبو سويلم من شفا بدران، شكرا لك على هذه المداخلة، والشكر حقيقة موصول إلى كل الأخوان اللي تواصلوا معنا في هذا المساء ولا يزالوا أيضا في مشاركات على ما جاء في خطاب سيدنا وفي النقطة الأكثر حقيقة، وهي نقطة مهمة جدا، عندما وجه جلالة الملك السلطات الثلاث للنهوض بواجباتها، بالإضافة إلى يعني الكلمة المشهورة في الخطاب جميعكم مسؤولون وفي الغد مسألون. وبالتالي هذه تحمل أبعاد ضمنية كبيرة جدا، سواء كان ذلك في وحي أمانة المسؤولية بشكل عام وهذه عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا
فيما يتعلق بماهية المنجزات التي أنجزها الوزير الفلاني أو المسؤول العلاني. وبالتالي يعني مسألة وعملية النهضة في المملكة والنهضة بالبلد بشكل عام كان سيدنا أشار إليها بأنه لا مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم والسوداوية. هلأ في مناخ عام يعني متشائم، في مناخ عام متشائم ناتج عن سلسلة إشاعات 24 ساعة بالبلد من الداخل، وفي مكنة كمان شغالة من برا وشغالة بشكل كبير جدا، لأنه لما يرصد 65 إشاعة أو 50 إشاعة بالشهر الواحد وفيديوهات ومعلومات لا علاقة إلها على الواقع اللي إحنا نعيشه، هذا كمان يعني صحيح في يعني في مخالفات، في فساد في هاي التفاصيل كاملة، هذا صحيح يعني ما حدا ينكره على الإطلاق، لكن ليس من المطلوب أيضا أن يتم استثمار هذا المناخ بشكل عام لمزيد من يعني لي ذراع الوطن بشكل عام. مورست علينا ضغوط اقتصادية من الجوار، مورس ضغوط اقتصادية، مورس علينا ضغوط من المجتمع الدولي غير مباشرة مع اللاجئين السوريين، هذا نعم صحيح، مورس علينا ضغوط هائلة جدا ولا تزال تمارس من الجانب الصهيوني ومن دول كبرى أيضا بمفهوم صفقة القرن وموقف الأردن منها، هذا كله صحيح، مورس من خلال بعض الدول العربية لسحب الوصاية الهاشمية وتدفع مبالغ مالية باهظة جدا، يعني المشهد مزعج جدا للغاية. وبالتالي حجم ازعاج هذا المشهد بالواقع الوطني ككل يعني يتطلب مسؤولية أكثر مما هي عليه من خلال الحكومة، من خلال مؤسسة البرلمان أو مجلس الأمة بشكل عام، من خلال كامل هذه السلطات الثلاث. وبالتالي هذا أيضا يرافقه من المفترض يعني أن يرافقه نفس وطني من المواطن. صحيح أنه يعني يصير بخطين متوازيين، خط بمراقبة شؤون أو مراقبة الأداء وإذا كان في ملفات فساد أو غيره، والخط الثاني أيضا يبقي على البعد الوطني بشكل عام، لأنه يعني وجع الوطن وقتها أكبر من الجميع. مبارك من مأدبة وتحسين من جرش، مساء الخير مبارك. مساء الخير. مساء الورد. كيف حالك؟ يا هلا. يعني أنا بدي أطرح عليك سؤال، هذا قبل ما أحكي أنا، لو حطوك رئيس وزراء دكتور نظام هذا مزحة؟ يعني تضلك على نفس الموقف اللي أنا أثق بيك على الإذاعة؟ بدي أسألك سؤال. تفضل. لما تروح تأدي الصلوات وتطلع من المسجد، نعم، وضميرك حي ونقي، الضمير لا يباع يا شيخ، يلا اللي مش متأكد انه ضميره نظيف وصحيح والله يدفن حاله هو طيب، ليش يظل عايش؟ والله انك ليه اصحاب الضمائر الحية. شو رأيك بالكلام اللي حكوه الاخوان المشاركين؟ يا سيدي والله المشاركين احنا نحكي عدم مؤاخذة بطبل فاضي. اول شيء انا اقول تحية اجلال الى سيد البلاد ملكنا، الله يعينه على بلواه، لانه قاعد يركض ليل نهار، ولكن انا لا اعترف بالسلطات الثلاثه مبدئيا، لا اعترف بهم، انهم لا يمثلوني بشيء والنواب لا يمثلوني. في عندي نقطه دكتور، ابناء اثنين من ضمن 30 شاب على باب الديوان الملكي صارهم 30 يوم على باب الديوان، 22 يوم ما في نائب من نواب مأدبة النايمين ولا من نواب البلد يسألوا عنهم، هذول مهندسين ثقافتهم أعلى من بعض النواب اللي بمجلس النواب يا شيخ، ودفعت عليهم دم قلبي حتى وصلتهم على مهندسين. طيب شيخ، وتقاعد ودفعت واندنت ودفعت كل راتبي، فأنا أناشد سيد البلاد صاحب الضمير الحي الذي لا نعترف إلا به وحده لا شريك له. طيب مش وزير العمل يطلع يقول إن في 30,000 وظيفة؟ كذب، أعطاني كتابين وما ردوا الشركات عليه، صرت حاكي 3 مرات معاكو، أعطاني كتابين وبعدين قعدنا على الطاولة عنده في مجموعة فوتها، قالهم روحوا قدامي على مكتبي خليكم مكتبي هيا احكيها على الهواء، قال فوتوا على مكتبي جوا واحنا خلانا برا، وأعطانا كتب وما ردوا الشركات علينا.
طيب. وأولادي اثنين هيهم باب الديوان الملكي البذبح صارهم 22 يوم ما واحد شرف يروح عليهم. هذول مهندسين دفعت عليهم 11,000 أنا متقاعد عسكري وأفنيت شبابي كله ويجربوني أني كنت أنا وجلالة الملك نرمي على مدفع واحد في مدرسة سلاح المدفعي الملكي. هذا شرف لي ولكن أنا لا أعترف بنواب وطلق الطلاق كل من أمون على ما يجي بصوت لأي ناب وخلي واحد يجي يضربني صوت ناب. طيب شكرا أخ مبارك من مأدبة شكرا لك. طبعا احنا يعني حكينا بهاي الملاحظة ورح نرجع نحكيها كمان بعد شوي لوزير العمل تحسين من جرش. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. مساء الورد. كيف حالك يا دكتور؟ الله يحييك. أول شيء كل الحب والاحترام لها القناة المحترم والشخص الكريم. بارك الله فيك. والولاء والانتماء لجلالة سيدنا. الله يحييك. الدكتور نضال اليوم خطاب جلالة سيدنا كان واضح وصريح وكل العالم فهمته وكل سواء المسؤول ولا عامل ولا اي واحد فهم خطاب سيدنا. سيدنا بجميع خطاباته وبجميع ندواته وبجميع لقاءاته همه هم المواطن الاردني. وهمه انه اعيش انا وانت وجميع المواطنين بامن واستقرار ويوفرون الحياه الكريمه والحياه اللي تليق بالمواطن الاردني. صحيح. لكن يا دكتور نضال والله انت بترك التعليق لكم ولا بطول انه مسؤولينا البعض منهم زي ما تفضلت انهم ما بتهم يشتغلوا ولا بتهم يعني يحسنوا الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني. وكل الحب والاحترام لك وبترك لك التعليق يا دكتور. اشكرك. تحسين من جرش شكرا لك. الحكومه الحاليه برئاسه يعني دوله الرئيس الدكتور عمر رزاز واللي معني بالمشهد بشكل عام وزير العمل يا معالي السيد نضال البطاينة. يعني مش معقول انه تطلع على شاشات تلفزيون او بيانات يوميا وتقول لنا انه الحكومة وفرت 30,000 فرصة عمل. يا رجل انت شو بدك بال30,000 فرصة عمل؟ احنا بس مشي ال25 شاب اللي موجودين على باب الديوان الملكي 24 ساعة نايمين هناك. طيب يعني معقول ما سمعت عنهم بالاعلام؟ معقول ما سمعت عنهم وزارة العمل مش قادر تجري لك كم من تليفون مع كبريات الشركات والمصانع؟ احنا نعرف طبعا بانه يعني ديوان الخدمة المدنية والدور والتفاصيل هاي للفئة الثالثة وغيرها ايضا للجامعيين بشكل عام، لكن مش قادر تمشيهم بهالشركات اللي موجودة؟ يعني كيف مش قادر؟ كيف انت وزير عمل مش قادر تخلص المشهد من 25 شاب على سبيل المثال يعني جامعيين من ضمنهم هندسة؟ يعني كيف تقدر يعني انت تدخل في اذهان الاردنيين كلهم بانه انتم موفرين 30,000 فرصة عمل؟ يا شيخ وينهم هذول الفرص؟ دلنا عليهم. يعني خلينا احنا نفتح افاق يعني اقل ما فيها نقول على الشاشة للمواطن يا عمي هاي في المصنع الفلاني والمصنع العلاني في كم من مصنع بسيطات جدا ببعض مواقع خارج حدود العاصمة عمان وهي بمناطق الاطراف. وأنت يعني شخصيا كوزير العمل معني بهذول المهندسين، يعني لمتى بده يظل هذا المهندس موجود على باب الديوان الملكي؟ لمتى؟ يعني الديوان بيت الأردنيين جميعا. والله أنت تقدر يعني بينك وبين رئيس الديوان، رئيس الديوان لو يشتري له كم من اتصال مع يعني أصحابه وكذا من أصحاب هالشركات أكيد اللي يمشيهم. وإنت كمان نفس الشيء يا رجل، يعني مش معقول إنه مش قادرين تمشوا يعني هالعدد هذا أقل ما فيها من ضمن 30,000 اللي أنتوا تتكلموا عنهم. سالم النعمات من عمان مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. مساء الورد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا ليت رئيس الديوان وزير العمل يمشونا مع اللي عاطلين قدام الديوان. شكلك معصر بالنسبة. نعم شكلك زعلان معصب شوي. بالنسبة لحديث جلالة الملك ما بيختلفوا عليه اثنين، واحنا دائما تعودنا على صراحة جلالة الملك وكلامه الصحيح ومكانه، لكن الحكومة مش مطبقه هذا الحكي. يعني الآن بيقول لك ان وزير العمل 30 فرصة عمل، انا ما بحكي عن نفسي انا بحكيها بشكل عام بغض النظر. 30 فرصة عمل، إذا بدك تشغل 30,000 واحد بدك تعطيهم 200 دينار، واحنا المقتعدين واقعين بهذه السالفة
انه بتشتغل في مكان بعطوك 200 دينار لكن عطلة ما فيه، اجهزات ما فيه، كل شيء ما فيه، اذا بتتاخر دقيقه ربع ساعه بنخصم عليك. يعني بظل قاعد في الدار، انا بفضل انه احسن له. ما في داعي انك تهتوا على الناس انكم شغلتوهم 200 دينار وماشيين على نظام العبوديه. هاي الشركات القطاع الخاص كله مصاص الدماء، لا رقيب ولا حسيب. اذا وزير العمل او اي مسؤول بده يوظف ناس اي مكان له بكون مصلحه كبيره. فيا دكتور الشعب مل من الحكومه وزهق، كلام الحكومه غير صحيح، ونوابنا بالنسبه لنا مغسلين هذه من زمان، او مجلس النواب تسمى مش النواب، مش موجود على ارض الواقع نهائيا ولا له دور. و80 و90% من الحكومه ما لها دور مع الشعب الاردني. يعطيك العافيه. شكرا. سالم نعيمات من عمان، شكرا لك. الى جرش مره اخرى مع محمد العتوم. مساء الخير محمد. مساء النور يا دكتور نضال. مساء الورد. يا سيدي نشكر سيدنا على الخطاب اللي القاه. ويا ريت ان الحكومه انها تطبق اللي الخطاب تبعه والحديث. ولو كل دائره حكوميه شغلت عدد من العاطلين عن العمل وعن الموظفين كان خفت الازمه وما لقيتش الناس اي شغله من الطالع على الدوار الرابع. لكن ما فيش لا مشغلين الموظفين انه الجامعيين ولا مشغلين العاطلين عن العمل. كل شغله منها طالع على الدوار الرابع. يعني القصه مربوطه بالحكومه. سلامتك يا سيدي. طيب بس بدي اسالك سيد محمد. تفضل. سيد محمد، يعني في ادوار كمان، مجلس النواب له دور رقابي ايضا على الحكومه، مش معقول كمان انه يعني يعني مجلس النواب وين دوره؟ ليه يتعطل دور مجلس النواب يا اخي؟ يا سيدي طيب الكلام اللي يحكيه سيدنا بمجلس الوزراء وانه بدنا نتائج قبل نهايه العام، مش في مجلس نواب منتخب من المواطن الاردني يراقب على اداء الحكومه؟ والوزير اللي ما يصل الى سقف اداء متقدم يروحوا يا اخي يسقطوا الثقه فيه، وين المشكله؟ هذا شغل مين؟ هذا الشغل بس معلش، هذا الشغل مش موجود مؤسسه اسمها مؤسسه البرلمان يا اخي؟ دكتور نضال بالنسبه لمجلس النواب كل نائب يلا مشي قرايبه الدرجه الاولى وبيظبطوا حالهم مع الوزير مشان يوظف اثنين ثلاث من قرايبه. مش سأل لا عن المواطنين الثانيين ولا عن اداري بيشتغلوا ولا دارين على الوظيفة. كل واحد بده يظبط حاله بس. طيب شكرا محمد العتوم من جرش، شكرا لك يا محمد. شكرا. أشار سيدنا أيضا في الخطاب، أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منهما. وجاء أيضا في سياق القضية الفلسطينية وفي سياق ملف القدس بشكل عام وفي سياقات أخرى متعددة، لكن نحن نود أن يعني نستعرض ما جاء على لسان جلالة الملك في سياق الشأن الداخلي المحلي وحاجة المواطن إلى الانتعاش المالي، حاجة المواطن إلى تخفيف الأسعار، حاجة المواطن إلى التخلص من أعباء الضرائب، حاجة المواطن إلى يعني نعنة شمالية، حاجة المواطن إلى الدعم، حاجة المواطن إلى زيادات، حاجة المواطن إلى رقابة على الأسواق حتى يعني يخشى التاجر ويشعر بأن هناك رقابة فعلية على أرض الواقع. وهذا طبعا على الأسعار أو على غيرها من يعني الأسعار بغض النظر سواء كانت مواد غذائية أو غيرها من باقي المواد الأخرى أو كل ما يستخدمه المواطن بشكل عام. وطبعا يعني هذا كله متطلبات من الحكومة. سيدنا الله يخلف عليه الشأن الخارجي والسياسة الخارجية يحمل هذا الملف بكل حكمة وبكل لغة ونظرة استشرافية بشكل عام، لكن الحكومة يعني المطلوب منها ومجلس النواب أيضا يعني أنه يقوموا بدورهم. يعني هذا الكلام يعني عندما يقول جلالة الملك بالحرف يوجه السلطات الثلاث للنهوض، يعني انهض انهض بالواجبات لكل هذه المؤسسات. هذه فيها يعني إشارة عميقة جدا وكبيرة لهذه المؤسسات أو لهذه السلطات الثلاث، وأشار إلى عملية المساءلة بشكل عام وهي مرتبطة ارتباط جوهري ومباشر في حقيقة أمانة الإنسان
وحقيقة أمانة المسؤول ككل، لأنه سيدنا نوه إلها أيضا بأنه كل واحد مسؤول عن أسرته، بينما أنا يعني أرعى الوطن كامل ومسؤول عن الوطن كامل. لكن يعني مسؤولية الأمانة تتطلب فقط يعني ضمير. إحنا المشكلة أنه في عندنا أشخاص ينتهي ضميره بانتهاء المنصب ويشتعل ضميره باشتعال موقع آخر. الضمير الصحيح لا يموت ولا يتوقف على الإطلاق من اللحظة الأولى لولادة الإنسان حتى اللحظة الأخيرة التي يلقى فيها الله، هذا الضمير الحقيقي. أما غير هيك لا والله، هذه تكون تجارة واسمها تجارة ضمائر، تجارة ضمائر. بعض الناس يتغير، صحيح يتغير كثير، يعني ترى شيء وبعد أن تحمله الرتبة أو تحمله أو يحمله الموقع يتغير، هذا صحيح، لكن هذا يعاني من نقص في إنزيم الضمير، إنزيم الضمير بتاعه نازل داونلود كثير. لكن في كثير يعني من الشخصيات الوطنية اللي يعني لم يتغير لحظة لا بمسؤولية ولا بغير مسؤولية. والمسألة مسألة إشباع من الداخل، هل أنت مشبع من الداخل ولا مش مشبع؟ هذا السؤال. أحمد جميل من جرش ومحمد إبراهيم أيضا من جرش. مساء الخير يا أحمد. مساء النور يا دكتور نضال. مساء الورد. يا والله بمسي عليك وقناه الحقيقه، لان هي قناه الحقيقه لنبض الشعب ونبض. هم لونهم بقدروا خطاب جلاله الملك الولد الصغير اليوم انجرح قلبه عليه، خطاب جلاله الملك خايف على شعبه، لكن الثلاث اللي هم مجلس النواب والاعيان والوزراء ولا رئيس الحكومه بقدر خطاب جلاله الملك بديهم وبسنانهم يلفوا عن المحافظات يشوفوا. انا براهنك براهني يا استاذ نضال يا دكتور نضال، ما الرزاز ما مامون على نائب ولا على رئيس حكومه ولا على وزير. يا دكتور نضال انت يا رئيس الحكومه انت خففوا عن جلاله الملك، لان ما الناس غير الله هو، ما الناس غير الله هو يا عالم، يا حكومه يا نواب يا عيان، ما الناس الا غير حتميه. يا نواب يا حكومه، مجلس النواب فاشل، الحكومه فاشله، العيال فاشلين، ضيعوا الشعب. يا جلاله الملك طيب، ما الناس غير يا جلاله الملك. شكرا احمد، ما بدنا نعمم، الله يرضى عليك. احمد جميل من جرش شكرا لك. يعني بدنا نبتعد عن لغه التعميم، لانه يعني نخشى ان نقع في البعد التشاؤمي بشكل عام. لكن يعني يفترض ان يبقى هناك ليس فقط بصيص أمل، يفترض أن يبقى كل الأمل، لأنه الأمل بالله قبل كل شيء وأيضا بالرجال، والأمل أيضا بعد الله سبحانه وتعالى بيد جلالة الملك وبيد كل الشرفاء وكل من يسعى ويعمل لمزيد من الحالة الانعاشية للمواطن بشكل عام. محمد إبراهيم أيضا من جرش، مساء الخير أحمد. يا هلا دكتور، شلونك؟ يا هلا يا دكتور. الحمد لله على الصحة قبل كل شيء. ايوه، ولكن يا سيدي العزيز القرآن الكريم بيقول ومن اعرض عن ذكري فانه له معيشة ضنكا. صحيح، مختصر اللي بيصير عندنا يا دكتور. يعني الانسان بيقدر الدار فيها ثلاث اربع زيارات مع اقل نصف العدد. الولد اللي بحبي معاه تليفون حقه 300 دينار يا سيدي. والمره معها تليفون والبنت معها تليفون، شايف؟ يا سيدي بقى احد من هالاشياء هاي وبعيش. يعني قصدك انت مثلا المواطن يا سيدي، المواطن بيقدر يعيش وبيقدر ياكل ويشرب الانسان، وبيقدر يسبح ربه ويستغفر ربه وتوب ويرجع لربه، وبيقدر الانسان يا سيدي العزيز بمعنى أصح يعيش زي ما كانت أجدادنا بالزمانات اللي مضت عايشة. بيقدر الإنسان يرجع للغنم للطيور عفوا، بيقدر الإنسان يقتصد من حياته. يعني ما فيش داعي أنا كل شهر أشتري وعيب 300-400 دينار، ما فيش داعي كل شهر أنا يا سيدي أجامل الناس، ما فيش داعي كل شهر مرتي تركب سيارة شكل وابني روح على الجامعة جزدان وملان مصاري، وما فيش داعي يا سيدي العزيز. بس هذا ما ينطبق على كل المواطنين.
يا سيدي في مواطنين عايشين، ولكن المواطن اللي بده يعيش بيعيش. اما قصة اني انا اصير الوم فلان والوم علان، وبالنهاية يا دكتور انت البركة وفهمان، بالنهاية يعني اجي انا اخلق اعذار بلا عدم المؤاخذة على هالدول اللي بحدنا، يكفي اننا عايشين بامان يا اخي، هذا ما بكفي. انه انا صار لي من 93 قاعد بمكان غير مأهول بالسكان بسبب الامان. طيب محمد، تحفيز الامن والامان هذا له دور محمد يا دكتور تفضل. يعني انت وكانك تلمح الى انه يعني المواطن مش قادر يعيد توظيب خطته ايضا الاستهلاكيه قصدك؟ طبعا طبعا دكتور، يعني روح على المطاعم انت بتلقى الناس كلها بالمطاعم، شايف؟ روح على هالمخابز بتلقى الناس كلها بالمخابز، روح على الباصات الخط بتلقى كل الناس بالباصات، روح على معرض السيارات، روح على هالاماكن. اه يا سيدي العزيز اذا بدك تفتح له مجال بده 10,000 دينار شهري. طيب بس اذا كان معه يعني اذا كان يعني المواطن معه يعني هذه المبالغ المالية وهي، ليه الضجة هذه اللي معمول يعني شو فيه؟ والله هذا دكتور يعني في مثل أنا بستحي أسولفه، شايف؟ لكن يا سيدي العزيز بالمقابل الإنسان اللي بده يعيش بيعيش. أما قصة أني أنا أبتدع أعذار وأبتدع أشياء بسبيل أنه أنا الآن أساوي شغلة مش متوقعة تصير، يا اخي روح اشتغل باطون، روح ناول لك طوبرجي خشبي، روح عدم المؤاخذه تعلم ميكانيك تعلم كذا. اما تروح انت تصير تعترف انه الشاطر بده يطلع فوق والشاطر بده ينزل تحت، بالمقابل يا دكتور والله اللي بده يعيش بيعيش. اللي بده يعيش يعيش. طيب راي محمد ابراهيم من جرش، يعني احنا نحترم كل الاراء بالمناسبة، وهذه الشاشة مفتوحة للاستماع إلى مختلف الآراء جميعها، لا نستطيع أن نغلق الهاتف بوجه يعني شخص يذهب إلى رأي بأقصى اليمين أو بالمنتصف أو بأقصى اليسار أو ما إلى ذلك. هو يرى بأنه أيضا على المواطن أن يكون فعال أكثر مما هو عليه، وألمح إلى أنه يعني الواقع العملية التجارية بشكل عام قد يكون هذا لا يتلائم الرأي مع بعض الأخوان المتصلين بشكل عام، يعني بعضهم ممكن يرى بمنظار آخر مختلف تماما، يقول لك على سبيل المثال احنا عندنا مئات الآلاف من المتعطلين عن العمل، وهذول كمان عبء كبير جدا على أهاليهم وعلى أسرهم والدراسات الجامعية سواء كانت بغض النظر بالحكومية أو بالخاصة، يعني والأعباء الهائلة جدا. ليه الأردنيين معناتهم مديونين بأكثر من 20 مليار للبنوك والمؤسسات المصرفية؟ قد يكون بوجهة نظر محمد ربما يعني أنه بده يطلع على سبيل المثال المواطن يتدين، البعض يقول لك المواطن يتدين مشان يأكل خبز، البعض الآخر ممكن يكون في عنده رأي أنه لا يا عمي هذا بده مشان يبدل سيارة ولا يبدل تليفون ولا مش عارف إيش. سالم الغويري من الزرقاء، مساء الخير يا سالم. مساء الخير سيدي الإعلام الكبير نضال الخريشة. الله يا سيدي. الله يحييك يا سيدي. أنا أهني الشعب الأردني وأهني مجلسي على الإنجازات اللي عملوها النواب. آخر إنجاز لهم يرفع الرأس غير شكل. والله يا سيدي يا أبو حسين رسالة لسيدنا، يا سيدنا يا جلال سيدنا يا أبو حسين، والله ما يمثلونا النواب لا من قريب ولا من بعيد، هم يعرفوا وإحنا نعرف. هم يعرفوا كيف اجوا ونحن نعرف كيف اجوا. ما اجوا عن طريق الشعب الاردني، في ايدي خفيه اختارتهم. يسمعونا والله لا من قريب ولا من بعيد، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. طيب انت سمعت مداخله الاخ محمد ابراهيم؟ قبل شوي سمعتها مداخله الاخ محمد من جرش؟ نعم سمعتها. والله شو رايك يعني بالكلام اللي حكاه؟ عيد لي يا دكتور. يعني هو يقول بأنه المواطن قادر أنه يشتغل والناس يعني قادر تمشي أمورها ومش كل شيء يتأتى من خلال وظيفة القطاع العام مثلا، لكن يعني المواطن عليه أنه يوظب الخطة الاستهلاكية له، التليفونات بالعائلة 20 تليفون وسيارات وما نعرف وتفاصيل. شو رأيك بهذا الكلام؟ لا يا سيدي كلامه أنا هو على راسي وعيني رأيه، هذا أحسن رأيه، بس هو مخطئ.
كيف يعني غلطان؟ النواب هم الأصل، النواب هم اللي طلعوا القانون من عندهم. والله يقوي عصات الوزراء على النواب، صار العكس، صار يصير العكس، الوزراء يراقبوا على النواب. طيب فعليا بدي أسألك سؤال. تفضل سيدي. فعليا يعني المواطن بحسب ما وصف الأخ محمد إبراهيم، ولا المواطن انمسحت الأرض في ماليا؟ نعم عيد عيد سيدي. يا 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 سالم. تفضل سيدي. أسألك عن مداخلة الأخ محمد من جرش. بأنه المواطن مبسوط واموره تمام التمام وما في عليه اي مشكله نهائيا، ولا العكس صحيح؟ العكس هو صحيح، المواطن اكل هوى من الفاسدين والمفسدين. النواب يجوا لمصالحهم الخاصه محسوبيه، هاي اخر انجاز لهم، اخر انجاز لهم، انت سمعت فيه اخر انجاز لهم، يرفع الراس. ارفعوا صوت يا مواطنين يا اردنيين، بكره ارفعوا صوت للنواب اللي ما يمثلوكم. طيب ما هو بالأساس كمان يعني إذا بدنا نرجع للقاعدة الفنية، المجلس هو يعني خيار المواطن يا أخي. يا سيدي في أيدي خفية، في أيدي خفية تختارهم، من يعلق اللافتات يا أخوي. يا سالم يا سالم يا سالم، يعني خلينا نكون واقعيين كمان، إحنا مش معقول إنه كل ما ظل يتم اختيارهم من الحكومة ولا من دائرة أمنية معينة، مش معقول هذا الكلام. ليش ما تأشر إذا كان في إعوجاج بالمسؤولية المجتمعية؟ المجتمعات لا يمكن أن تتخلص من مثل هذه الأشكال إلا إذا تخلصت وعادت إلى مسؤوليتها الحقيقية. يا أخي شو رأيك يا دكتور؟ دكتور إيش الأصوات؟ والله بدل ما يفوت على قبة البرلمان لازم يفوتوا على السجن، ويثبت أنه اشترى، والله هذا لازم على السجن. لو في عدل، لو في عدل بالبلد، في عدل إن شاء الله لازم على السجن. وإن شاء الله أنه المرات الجاية بس يعني الدوريات الخارجية يدوروا على الهويات، خلينا نشوف مين اللي يكون معه هويته ولا. سالم الغويري من الزرقاء، شكرا لك، شكرا لك يا سالم. المسؤولية المجتمعية هذه خطورة كبيرة جدا ترى. بالمناسبة البعض يزعل يقول لك لا يا عمي الشعب ما عليه دور نهائيا، احنا ما لنا علاقة، ان شاء الله بدها يعني شباك البيت اللي عندك بده ينكسر، ولا على سبيل المثال اي شيء بحيط منزلك بدك ترمي على شماعة حكومة أو غيره. في حكومات فاسدة، في حكومات فاسدة، في حكومات ضعيفة، في حكومات ضعيفة، لكن في مواطن يقوم من المفترض بمسؤوليته، في إله مسؤولية موجود فيها هو. كيف يعني؟ لما 2 مليون ما يصلوش الانتخابات، لما 2 مليون ونص ما يصلوش صناديق الاختراع نهائيا، يقول لك احنا ما لنا علاقة. طيب انت وين عايش يا أخي؟ انت ليه موجود أصلا؟ كيف وين عايش؟ مين اللي يقرر هذا المصير؟ مش انت اللي تقرروا هذا المصير من خلال هذا الصوت؟ قد ايه بدهم يزوروا على سبيل المثال اذا كان في تزوير لخمس ست نواب، 10 20 30، والبقيه وين؟ ننتقل الى فاصل يتخلل رفع اذان صلاه العشاء، تقبل الله من الجميع. حياكم الله مجددا مشاهدينا، تقبل الله من الجميع. نعود إلى المادة الاستطلاعية المطروحة للمزيد من الاستماع من آراء المشاركين. جلالة الملك يوجه السلطات الثلاث للنهوض بواجباتها، جميعكم مسؤولون وفي الغد مسائلون. هذه التي يعني هذا النص الحرفي لما ورد على لسان جلالة الملك، وأيضا ما جاء في سياق الشؤون المحلية للبلاد بشكل عام، يدفع باتجاه كما هي المرات السابقة أيضا لجلالة الملك الذي يدفع فيها باتجاه أن يكون هناك مزيد من الإنجاز الحكومي، والإنجاز الحكومي يعني بحجم الأداء للوزراء، بحجم الأداء لجميع المسؤولين، ليس فقط الوزير، يعني ربما أيضا مدير دائرة معينة، مدير مؤسسة معينة، وبالتالي هذا كله ينعكس على واقع خدمة المواطن بشكل عام. هذا هو المطلوب صحيح، وهذا مطلوب أيضا من المواطن، وبالتالي جلالة الملك عزف
على ذات الوتر الذي يعزف عليه المواطن باستمرار، ونحن عندما نقول أن هناك مسؤولية مشتركة ما بين المواطن وما بين أو رؤية مشتركة ما بين المواطن، وأنه يعني المواطن لا يستمع له إلا سيدنا ويعكس كل ما يدور في الشارع الأردني من خلال مثل تضمين هذه المسائل في هذا الخطاب أو التوجيهات بشكل عام، إنما هو انتصار للمواطن. قديش حكومة يعني كانت روحت من الدوار الرابع بتدخل الملك واستجابته إلى رأي الشارع الأردني اللي يضغط بشكل دائم في حال كان هناك أي إزاحة إذا جاز التعبير لواقع عمل الحكومات. نسمع مزيد من الآراء في آخر 8 دقائق تقريبا من عمر البرنامج. أم محمد من المفرق، مساء الخير. ألو، مساء الخير يا أم محمد. يا هلا، تفضلي. يا هلا يا أم محمد، تفضلي. والله يا أخوي أنا ختيارة من شرجة المفرق ومالي غير الله وهالولد، واطلب العفو من الله ومن جلالة الملك عبد الله، إن الله يفرج عليه. والله ما قال لي جيب لي خبز، والله عظيم رجليني يجعلني مسجون محكوم 15 سنة، اظلموها ما يخافون الله يضحكون عليه، صار له 3 سنين عمره 20 سنة ما يخافون الله، والله اني ضايع وضعي. وين هو الشاب هذا؟ شو ماله الشاب؟ الشاب مشان له مخدرات، ضحكوا عليه ناس وقالوا له جيب لنا بضاعة ما يدري انه مخدرات، وحملوا له وانمسك وهو شباب وحكم عليه ولم طوى دار ولم توفى ابوه نارملة، ووضعي منتهي وغير راتب ابويا تقاعد بيني وبين اختي 100 دينار. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يفرج. داخل على الله وعلى صاحب الجلالة الملك عبد الله، بالله عليك انك تساعد باللي وفقك يعني. نسأل الله له الخير هو والجميع. أشكرك أم محمد من المفرق، يعني رسالتها واضحة. رائد سامي من عجلون، مساء الخير يا رائد. مساء الخير، كيفك دكتور؟ مساء الورد، كيف حالك؟ الله يحييك، الله يمسيك بالخير على دكتور. يا هلا، مساء الخير، تفضل أنا أسمعك على الهواء. كيف حالك؟ يا هلا يا رائد. دكتور، بالنسبة لمجلس النواب والوزراء بشكل عام، من ما خلقنا وهم يقولوا عن البطالة وبدنا نقضي على البطالة وبدنا نوظف هالعافين عن العمل. والحمد لله رب العالمين، لا قضوا على بطالة ولا وظفوا شباب. والمطلوب، ما هو المطلوب من الحكومة إذن؟ شو المطلوب من الحكومة؟ يعني لما يقول بدنا نقضي على البطالة يكون في يعني إشي ملموس على أرض الواقع. يعني مشاريع حقيقية مش وهمية، قصدك مش هيك رائد؟ مشاريع حقيقية على أرض الواقع. نعم صحيح، يعني في ليبن الحمد لله رب العالمين صار بده يلحق التقاعد هو بالجيش. صار بده يلحق التقاعد هو على أرض الواقع، صار فاحص مرتين وطلب مش طالبين وبده يقضى على البطالة. شو البطالة بده يقضى عليها هاي؟ هذا سؤال يوجه لرئيس الوزراء ويوجه للفريق الوزاري ويوجه لوزير العمل ويوجه للمسؤولين في بعض الدوائر والمؤسسات اللي معنية بحلحلة هذا الأبعاد. شكرا لك رائد سامي من عجلون. من عمان الأخ أبو مصعب، مساء الخير. سيد أبو مصعب، مساء الخير. مساء الخير، يعطيك العافية يا دكتور. مساء الورد، شو أخبارك؟ سلام خير. يا هلا يا عزيزي النواب، إذا بدنا نحكي عن النواب، هذول أدمهم كنت تأخذ يعطوك من طرف اللسان حلاوة ولم تحتاجهم يروغون كما يروغ الثعلبي. بالنسبة لمجلس النواب يعني كفت عليه، لا نفع حتى في اعتصام المعلمين، لا نفع ولا بإشي نفع ولا استفدنا منه بأي إشي. ولا الأخ محمد إبراهيم اللي من جرش حكم معاك، هو بوادي واحنا بوادي، لانه هو زهق المزرعه عنده 100 دلم 500 ليره 1000 ليره تقاعد زيتون عنده، وش يسال؟ عارف شو الناس الكادحه؟ يعني انا عندي 4 اولاد ولا واحد بيشتغل، ولا واحد موظف الحكومه، ولا واحد موظف حتى بالقطاع العام امانه عمان او غيره.
وأنا متقاعد من أحد الوزارات بدون ذكر اسمه. شو بدك تسوي يعني؟ الناس على البلاطة صارت. طيب. آخ شكرا أبو مصعب من عمان. يعني الوضع الاقتصادي للمواطن والله الكل يعرفه، والحالة الصعبة جدا المعقدة اللي يعيشها المواطن والله هذا الكل يعرفه، والحالة المالية يعني اللي باليوم الأول من الشهر الجديد ما يظلش معك فلس هذا والله الكل يعرفه، وهذه نسبة كبيرة بالأردن نسبة كبيرة. لكن هذا نتاج حكومات ونتاج غياب الرقابة على الحكومات اللي أدت فينا إلى مثل ما وصلنا إليه. دائما المواطن هو اللي يدفع الثمن، علما بأنه في أبعاد كثير ممكن تكون أو نوافذ أخرى كثير ممكن أنه تستثمرها، بمعنى يعني هذه النوافذ متمثلة بأكثر من نصف مليون عامل وافد، هذول ما يدفعوش شيء على الإطلاق موجودين. وين وزارة العمل عنهم كل السنين اللي مرت والسنين اللي عدت؟ هذا سؤال مطروح إلى يعني كل اللي تسلموا وزارة العمل. وين كيف يعني ممكن انه احنا نستفيد او نستثمر بالنافذة الفلانية ونبتعد عن جيبة المواطن؟ اول شيء لما يحكوا عن يعني انه في عجز بالموازنة يقول لك والله احنا ممكن نفكر يعني نرفع الضريبة الفلانية او العلانية. المواطن اقرب حل دائما للمشهد المالي. عواد الغويري من الزرقاء اخر اتصال، مساء الخير. دكتور نضال، مساء الورد. الله يكون في عون جلالة سيدنا ما بيحمل من هموم داخلية وخارجية. هذا أولا. اثنين سيد الكريم، النواب أحكي بعض النواب وبعض الأعيان وبعض المسؤولين وبعض رؤساء الوزارات وبعض الوزارات، هذول بدون كرت أحمر يطردوا خارج الملعب. كرت أحمر يطردوا خارج الملعب ولن يعودوا إلى الوزارات أو الأعيان أو النواب أو رئاسة الوزراء. لا يمكن واحد فيهم يكون صالح إطلاقا نهائيا. فبالتالي يا سيد الكريم احنا الان بحاجة الى وزراء فعالين ومنتمين وعندهم اخلاص وعندهم تقوى للوطن، ومن ثم نستقبلهم استقبال الابطال ونهلي ونرحب فيهم في كل محافل الاردنية. اما غير ذلك فهم خارج الملعب، بدهم غرب هاشمي، بدهم غرب هاشمي حتى يخرجهم خارج الملعب ولن يعودوا الى الساحة السياسية او اعدامهم سياسيا. وبالتالي كفى الله المؤمنين شر القتال يا استاذ نضال. وهذا يعني مقروء فيه ما جاء على لسان جلالة الملك بالمسؤولية مثل أو عن مثل هؤلاء ويعني مساءلتهم فيما بعد. شكرا لك عواد الغويري من الزرقاء. إذن يعني كل ردود الأفعال، كل الملاحظات أو المشاركات بشكل عام أشارت إلى ضرورة الإبقاء أيضا جنبا إلى جنب مع نفس جلالة سيدنا حيال مزيد من تعقب الحكومة أو حتى جميع المؤسسات بشكل عام لمزيد من الإنعاش للمواطن كما قلنا في السابق. إذن بهذا نأتي إلى ختام نبض الشعب في هذا المساء، وهو النبض المتطابق بما جاء أيضا على لسان جلالة الملك في خطاب العرش السامي نهار هذا اليوم. هذه أجمل تحية مني نضال خرشة، حتى ألقاكم في مساء جديد وفي نافذة أخرى عبر شاشة الحقيقة الدولية. حتى ذلك الحين أطيب المنى وإلى اللقاء.